حقيقة احنا عندنا في مصر عقول شبابية من ذهب، يعني كل يوم بنسمع عن ابتكارات جديدة واكتشافات جديدة وكمان حلول علمية جديدة. ثلاث باحثين مصريين في مجال الجيولوجيا نجحوا في إطلاق أبليكيشن رقمي جديد اسمه أكسس إيرث. التطبيق ده هدفه اكتشاف مناطق تواجد المعادن جوه باطن الأرض. التطبيق ده حصل على جايزة في مسابقة EIT Jump Starter الأشهر في الاتحاد الأوروبي، واللي بتتعمل كل سنة في مختلف المجالات سواء كانت التكنولوجيا أو التطورات في الصناعات الغذائية أو المواد الخام. خلينا نعرف معلومات أكتر عن الابليكيشن أو التطبيق ده. بينضم لنا دلوقتي عبر زوم واحد من الباحثين المشاركين في المشروع، وهو دكتور محمد عبد الهادي بدوي، مدرس مساعد بكلية العلوم جامعة المنصورة. صباح الخير على حضرتك. صباح النور يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. كنا بنتكلم عن الابلكيشن وفكره ان احنا يبقى عندنا ابلكيشن او تطبيق بيسهل عمليه اكتشاف المواد الخام والمعادن جوه الارض وجوه باطن الارض، في يعني داخل الصحراء. دي حاجه اعتقد ان كلفتها قليله، وبرغم كده هتبقى نتائجها كبيره جدا. بالظبط حضرتك، هي الفكره ان احنا الابلكيشن ده جالنا فكرته ان احنا نشرنا اكثر من بحث علمي في كذا دوريه علميه دوليه، وطبقنا فيها الفكره على دمج مجموعه من البيانات المختلفه سواء اقمار صناعيه او داتا بيانات جيوفيزيائيه، بحيث ان احنا نقدر نعمل تقييم شامل لمنطقه الدراسه من كذا مصدر بيانات، وقدرنا نحدد فعلا اماكن تمعدنات محتمله بشكل اكيد. ومن هنا جات لنا فكره ان احنا نعمل ابلكيشن يسهل او يكون موجه بشكل اساسي لشركات التعدين في مصر بشكل خاص وعموما في جميع انحاء العالم، بحيث ان احنا نقدر نوفر الجهد والوقت والتكلفه في الاستكشافات الاوليه للمناطق المحتمله للتعدين. طب دكتور محمد، قبل ما نتكلم بس شويه عن التفاصيل التقنيه، يعني ازاي الابلكيشن ده بيشتغل، عايز بس اسالك انه احنا بنتكلم على جائزه مهمه جدا، بنبارك مره ثانيه حصولكم على الفريق البحثي على جائزه EIT Jump Starter، وهي من اهم الجوائز الموجوده في الاتحاد الاوروبي، فده انجاز يعني علمي يحسب ليكم. وصلتوا وتقدمتم للجائزه دي ازاي، واهميه الحصول على هذه الجائزه من الاتحاد الاوروبي؟ تمام، اولا الله يبارك في حضرتك. احنا اولا بعد ما نجحنا في ان احنا نطبق الكلام ده من الناحيه العلميه، في شهر 6 الماضي قدمنا على مسابقه الاي اي تي جامب ستارتر، والمسابقه دي اكبر مسابقه في تابعه للاي اي تي اللي هي يوروبيان انوفيشن اند تكنولوجي، مؤسسه الابتكار والتكنولوجيا، بتبقى متاحه لمجالات كتير منها مجالات المواد الخام. يتقدم اكثر من 200 فريق بافكار مختلفه يمكن تطبيقها من حوالي على مستوى اوروبا، من الجزء العلمي ينفع تطبق في السوق، وتم تقييمنا في اكثر من لجنه تحكيميه لحد ما وصلنا ان احنا نحرز المركز الثالث على مستوى اوروبا من افضل 200 فريق بحث. الفكره بتعتمد على ان احنا نعمل دمج للبيانات بشكل مبسط يتيح لاي حد غير متخصص ان هو يستغل الابلكيشن، ان هو يقدر يعمل تقييم لاي منطقه دراسيه هو حابب يشتغل عليها. طيب لو جينا اتكلمنا بقى عن التقنيات اللي موجوده في الابلكيشن، انا شايفه انه في توجه مؤخرا ان الشباب بتشتغل على حاجات ممكن تكون نتائجها كبيره جدا وبكلفه قليله، وده بيبقى من ضمن ابحاث الترقيه او بتبقى من ضمن الابحاث اللي بيقوم بيها الباحثين عشان يترقوا. ده توجه موجود في الجامعه عند حضراتكم؟ ايه بالظبط يا فندم، هو طبعا عشان حضرتك ان يوم بعد يوم التكنولوجيا لازم تدخل في كل التخصصات، فبالتالي استخدام وسائل تكنولوجيه مختلفه بيسهل اكتر من عمليه العمليه التقليديه، ان في تخصص على سبيل المثال كالجيولوجيا بنحتاج ننزل الفيلد ونبتدي نعمل اخذ عينات وقياسات وخلافه. الكلام ده كان بياخد دايما وقت كتير جدا وبياخد تكلفه كبيره جدا، وممكن في بعض الاحيان الناس بتشتغل بشكل عشوائي. دلوقتي طبعا احنا لما بندخل الداتا بتاعتنا بشكل شامل من كذا مصدر للداتا، احنا بنقدر نحدد افضل المنطقه اللي احنا عايزين نشتغل عليها افضل ما احنا نشتغل على اكتر من منطقه. وبالتالي الكلام لما نعمل دمج للكلام ده كله يكون على اساس علمي، ده بيساعد في تخصصات كتيره جدا وفي مجالات كتيره جدا. طب دكتور محمد، عايزين نقرب الصوره بعد اذنك شويه كده للمشاهد، يعني الموضوع ازاي تم تجربته بشكل عملي على الارض،
وادينا مثال كده، لو مثلا في مكان معين او منطقه معينه ازاي بحصل على المعلومات واحطها على الابلكيشن عشان اعرف هل في معادن موجوده ولا لا، يعني ادينا مثال على ارض الواقع. تمام يا فندم، احنا طبقنا الفكره الخاصه بينا على اكتر من منطقه في الصحراء الشرقيه، في منطقه زي المنار وملحه وفطيره، دول في رائع. الصحراء الشرقيه في مصر. استخدمنا دائما القمر الصناعي بمختلف انواعه وداتا جيوفيزيائيه ماجنتيك وسيزميك وخلافه، وقدرنا نعمل دمج ليها مع التاكيد ببعض المشاهدات العقليه، وقدرنا نحدد اماكن ممكن تكون محتمله للتمعدنات خصوصا معادن زي الذهب او الحديد. قدرنا فعلا نحدد اماكن معينه، والاماكن دي كانت بوتنشال لان هي كانت حاويه لبعض المعادن داخل الصخور داله لوجود الذهب، زي معادن زي البيرات وخلافه، دي بتدل على تواجد معدن زي معدن الذهب، وبالتالي ده كان مناطق ممكن تكون محتمله للاكتشاف بعد كده في مصر وتزود مصادر مصر التعدينيه. طيب في مؤسسات وفي شركات اكيد هتتعامل مع الابليكيشن، المستهدف مين اللي يتعامل مع التطبيق اللي اتعاملتوا معاه او اللي عملتوه؟ حضرتك المستهدف الفتره الجايه ان شاء الله احنا بنركز على المناطق اللي بتكون شبيهه اكتر للبيئه زي مصر او السعوديه او الاماكن الصحراويه اكتر، لان دي تكون ما فيش فيها غطاء نباتي، وبالتالي الكفاءه بتاعه الانتجريشن او التكامل بتاع الداتا بيكون اكثر مثاليه والنتائج بتكون اكثر دقه. فبالتالي احنا بنحاول نركز على مصر في المقام الاول، لان احنا الصحراء الشرقيه خصوصا في مصر مليئه بالاماكن اللي ممكن تكون محتمله صحيح. للتواجد، بالاضافه الى اماكن اخرى زي المملكه العربيه السعوديه، لان في خطه في المملكه العربيه السعوديه ان هم يعملوا اثراء للقطاع التعديني بصوره اكبر الفتره القادمه. جميل، يعني اكيد طبعا هيتم تسويق الابلكيشن ده يعني بشكل كبير اقليميا وكمان عالميا، بس انا حابب اسال حضرتك دكتور محمد ايه هي انواع المعادن اللي بيكشف عنها من خلال هذا التطبيق؟ يعني هل في انواع محدده من المعادن يقدر التطبيق يصل الى خواصها مثلا زي الذهب او غيره من المعادن؟ بالظبط يا فندم، هو الابلكيشن متخصص اكتر في حاجه ما تسمى الميتاليك اورز، اللي هي المواد الخام المتمعدنه او التعدينيه، على راسها هو الذهب ده والحديد، وده اللي احنا قدرنا يعني نحدده مؤشر تحديدا لحاجات في تانية، المواد يعني اللي احنا اكتشاف الذهب او كده بيبقى مؤشر لوجود معادن اخرى تانية. في معادن في اكتر من قسم، بس اهمهم هو الذهب، وبعضه برضه الاماكن اللي هي الراديو اكتيف مينرالز زي اليورانيوم او الثوريوم او المعادن المشعه اللي برضه مهمه جدا في الصناعات الحديثه. طيب مسابقة اي اي تي الجامب ستارتر هي الأشهر في الاتحاد الأوروبي واللي حضراتكم اشتركتوا فيها، لجنة التحكيم قالت ايه؟ ايه كانت الشروط عشان تتقدموا؟ كام واحد تقدم؟ احكي لي بقى كل التفاصيل. تمام، زي ما قلت لحضرتك احنا بدايه التقدم في المسابقه كان من شهر، مبدئيا من شهر 6 تم تقديم اكثر من 200 فريق ب 200 فكره في التخصص بتاع الرو ماتيريال اللي هو المواد الخام، كنا احنا واحد من ال 200 فكره دول، وتم عمل زي فلتريشن او تقييم لل 200 فكره على حوالي 3 مراحل 3 فيزز، وتم في الاخر تاهلنا الحمد لله للمرحله النهائيه على مستوى اوروبا. من خلالها طبعا هم بيضعوا معايير على اساسها الفريق صاحب الفكره يقدر يتاهل، اهمها التشالنجز او التحديات اللي الفكره دي تقدر تسهلها او عن الحلول التقليديه المتاحه. تاني حاجه الحل اللي احنا بنوفره او الفكره مدى امكانيه تطبيقها في السوق بشكل على ارض الواقع. في نفس الوقت برضو الابلكيشن اللي احنا اطلقناه او البروتوتايب اللي احنا عملناه كفكره نثبت فيها امكانيه تطبيق الفكره العلميه، هل هو مميز اكثر عن الابلكيشنز، يعني على سبيل المثال اكثر حاجه معروفه دلوقتي هو الجوجل ايرث، ولكن الجوجل ايرث بيميز بانه بيقدم صور اقمار صناعيه، الابلكيشن بتاعنا بيقدم مميزات اكثر انه بيعمل تكامل ما بين اكثر من نوع من الداتا، مش الاقمار الصناعيه بس، ولكن ودي داتا زي اعتقد واحد من الماجنتيك او اهم الجيوكيمياء الاسباب واخلاقه. اللي بتساعد على نجاح حاجه، ان انا ابقى عارف البحث العلمي وصل لفين، لانه تراكمي ما ابتديش بالظبط. من البدايه، لا اشوف وصل لفين وابتدي اشتغل في المرحله اللي بعده. كل الشكر ليك الدكتور محمد عبد الهادي بدوي، مدرس مساعد بكليه العلوم جامعه المنصوره، وبالتوفيق ليكم في كل المسابقات اللي بتتقدموا ليها.